السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، إحنا كنا متفقين المرة اللي فاتت إن إحنا النهاردة إن شاء الله ناخد مراجعة على الوحدة الأولى اللي إحنا أخدناها مع بعض. نبدأ كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال يقول: اكتب المصطلح العلمي للذات أحادية التكافؤ تقع في أقصى يسار الجدول الدوري الحديث. مين دي؟ إيه التعريف ده؟ تعريف مين؟ التعريف ده تعريف مجموعة الأقلاء أو فلذات الأقلاء. طيب نشوف السؤال اللي بعده: الفئة التي تنتمي إليها عناصر الهالوجينات اسمها إيه؟ ليه يا أسامة مش مذاكرين؟ إيه بالظبط كده أو صافية؟ في المجموعة 7B هي من عناصر الفئة B. طب لو ممكن الدعم يحط لنا اللينك بتاع روابط المحاضرات اللي فاتت. ايه التسجيلات اللي فاتت ممكن يا أسامة تتابعها؟ يبقى ديت الفئة بي. طيب المجموعة 2 من دول الدوري الحديث، مجموعة الفلزات اللي تحتل المجموعة 2 من الجدول الدوري الحديث، دول اسمهم مين؟ ايوه بالظبط كده يا محمد، الاقلاء الارضيه. تمام، يلا يا اولاد صحصح شويه. مجموعه راسيه في الجدول الدوري تضم انشط الفلزات اسمها ايه المجموعه دي؟ ديت مجموعة مجموعة 1A. تمام، لا احنا قلنا الأقلاء أنشط الفلزات اللي هم مجموعة 1A. طيب مجموعة اللافلزات تقع في المجموعة 17 من جدول الدوري الحديث، مين دول؟
سميناهم ايه مجموعة اللي خلي الزيت دول؟ سميناهم ايوه بالظبط كده يا محمد، الهالوجينات. محمود الهالوجينات. طيب عناصر معطي الفئة S في جدول الدوري الحديث، من دول؟ يلا أنشط من كده شوية. عناصر تاني مجموعتي الفئة F في الدوري الحديث، دول مين؟ لا ده هي مجموعة واحدة بس، مجموعة هي المجموعة 2A، احنا سميناها ايه؟ سمينا العناصر دي ايه؟ الأقلية الأرضية. تمام. الفئة اللي تنتمي إليها عناصر الهالوجينات، لسه مجاوبين شبه وفوق. أيوة بي. تمام حلو أوي. مجموعة عناصر تتفاعل مع الفلزات مكونة أملاح، احنا سميناها مكونات الملح. لا هي هما تبع الفلزات بس، هما مجموعة واحدة بس منهم. الهالوجينات. جميل يا أستاذة أوصاف. مجموعة الفلزات التي تتفاعل بشدة مع الماء مكونة من حليل قلوية، مين دول؟ أيوة مجموعة ون إيه سميناهم مين؟ الأقلاء. أيوة بالظبط كده. مجموعة رأسية في الجدول الدوري تضم أنشط الفلزات. لا ده متكرر السؤال ده. مجموعة 1A الأقلاء. حلو. مقدرة الذرة في الجزيء التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها. خاصية إيه دي؟ السلبية الكهربية. حلو أوي يا محمود. طيب مركب التساهم الذي يكون الفرق في السلبية الكهربية بين عنصري كبيرا جدا أو كبير نسبيا، احنا أخدناه. مركب القطبي. تمام يا محمود. مركبات الكيمياء التي يكون الفرق في السلبية الكهربية بين عنصريه كبيرا جدا. نفس السؤال بس متكرر بطريقة تانية.
برضو ايه الحكايات القصصية برضو. بس شوف السؤال جايبوني بطريقة مختلفة يعني. خاصية تحدد نوعية الارتباط الكيميائي في جزيء العنصر أو المركب. الله أعلم، فمن قال الله أعلم فقد أفتى. السلبية الكهربية. ممتاز يا محمود، شوفوا خدوا بالكم هنا غير لي الصيغة بتاعة السؤال. كان هنا بيقول لي مقدرة الذرة في جزيء التساوي على جذب الإلكترونات الرغبية نحوها، وفي نفس الوقت لما بتكون كبيرة أنا بعرف نوع الإيه، نوع الارتباط في جزيء العنصر أو المركب. لما إحنا أخدنا الفرق في السلبية في جزيء عنصر كلوريد الصوديوم وجزيء المية، وعرفنا إن لما ده كانت السلبية الفرق في السلبية صغير علشان هو مركب أيوني، لكن في جزيء المية كان كبير شوية، مركب إيه تساهمي. طيب نشوف سؤال تاني. اكتب اسم العنصر أو المركب الذي سأعبر عنه العبارات التالية: أكبر عناصر المجموعة واحد أو 1A من حيث الحجم الذري. مين ده؟ السيزيوم. أيوة كده يا محمد. أعلى عناصر الجدول الدوري في السلبية الكهربية. الفلور. جميل. مركب قطبي ينتج من اتحاد ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين. الماء. مركب قطبي ينتج من اتحاد 3 ذرات هيدروجين مع ذرة نيتروجين. النشادر. NH3. هالوجين سائل يقع في المجموعة 17. البروم. أيوة كده. أقل عناصر الأقلاء كثافة ونشاط كيميائي. مين؟ فاكرين لما قلنا ان كل ما بنتقل في المجموعة من اعلى الى اسفل بيزداد النشاط الكيميائي؟ طب الهيليوم برضو من الاقلية يا محمود؟ الهيليوم من الفلزات اصلا، والفسفور من الفلزات. احنا كده هنزعل. الليثيوم. ايوه كده، ايوه كده. يبقى ده مين؟ الليثيوم. اقلهم في الكثافة، وقلنا بسبب قلة الكثافة بتاعته احنا حفظناه تحت زيت البرافين، ما حفظناهوش في الكيروسين زي باقي الاقلاء. وكمان في النشاط الكيميائي هو اقلهم فين؟ النشاط الكيميائي. طيب مركب ينتج من تفاعل الصوديوم مع الماء. على طول كده اول ما بيتفاعل الصوديوم مع الماء بيكون هيدروكسيد الصوديوم من اول خطوة. لا بيكون حاجة الاول، ده اكسيد الصوديوم لما يتفاعل مع المية يديني هيدروكسيد صوديوم. احنا بنتكلم على مركب وليس عنصر.
هيتكون معايا اكسيد ايه الصوديوم، واذا صعد غاز الهيدروجين. لو انا فعلت اكسوديوم مع الميه مره تانية هيديني هيدروكسيد الصوديوم. اكتب المعادله. طيب مين الليثيوم ده؟ مين الليثيوم ده كريم؟ ادي المعادلة اهي، ان ايه زائد اتش او يديني ان ايه 2 او اكسيد الصوديوم زائد اتش 2. لا مش ملح، ده اكسيد وليس ملح. خلاص، يبقى المركب اللي بينتج من تفاعل الصوديوم مع الماء هو مين؟ اكسيد الصوديوم. اكسيد مين؟ الصوديوم. طيب ثلث انتقالي مشع يستخدم في حفظ الأغذية. مين ده؟ أيوة جميل، كوبالت 60. لا الفلور لا فلز. لا فلز مسال يستخدم في حفظ قرنية العين. نيتروجين المسال. أيوة تمام. شوف سؤال تاني. قسم العناصر التالية إلى فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات وغازات خاملة في ضوء توزيعها الإلكتروني. ادي او المستويات كي ال ام. يلا اول واحد اتنين اتنين، المستوى الاول فيه اتنين الكترون، المستوى الثاني فيه اتنين الكترون. افرس تمام. اللي بعده تمام لا فلز. طيب شوف اللي بعده. اتنين تمانية تلاتة يبقى فلز. اتنين تمانية اتنين فلز برضو.
ان 8-8. غاز خامل. طيب 2. خامل برضو. 2-7. لا فلز. 2-8-4. نركز في دي كويس. ايوه ده من اشباه الفلزات وبالتحديد هو السيليكون. طيب 2-8-8 ده متكرر. خلاص نشوف اكمل. يحدد الحجم الذري في الجدول الدوري الحديث بمعلومية نقط وهو يقدر بوحدة نقط. معلومية مين؟ طب وحدة ايه بيقدر الحجم الذري؟ ايه كده يا محمود؟ الحجم الذري بيقدر بوحدة ايه؟ خالص ولا حاجة في السؤال عارفينها؟ أيوة بيقدر بوحدة البيكومتر. طب تعرفي يا يارا تقولي في معلومية مين؟ مين المزلي ده؟ معلومية نصف القطر. بمعلومية نصف القطر مش لما باجي أنا أحسب الحجم بحسب الأول حجم الكرة 4/3 ناق تكعيب ط ناق تكعيب 4/3 دي معروفة وط معروفة 22/7 ناق نصف القطر. يبقى من غير نصف القطر مش هعرف. يبقى أنا لازم أعرف نصف القطر بتاع الذرة علشان ايه أحدد الحجم الذري بتاعها. وقلنا الحجم الذري بنحسبه بوحدة قياس البيكومتر. طيب شوف اللي بعده. كلما نقط عدد مستويات الطاقة في ذرة العنصر عناصر المجموعة الواحدة كلما نقط الحجم الذري له. أيوة كلما زاد عدد مستويات الطاقة في ذرات عناصر المجموعة الواحدة كلما زاد الحجم الذري له. جميل. طيب نشوف اللي بعده. تبدأ الدورة فلزي A وتنتهي بعنصر فلزي A برضو. أيوة العنصر الفلزي ده قوي ولا ضعيف ولا إيه؟ قوي وبتنتهي بعنصر لا فلزي إيه؟ برضه لا فلز قوي. يبقى بتبدأ
عنصر فلزي قوي، هياخدنا تدرج الصفر الفلزية ولا فلزية في الجدول الدوري؟ لا لا فلز قوي اللي هو مجموعة الهالوجينات، مش احنا قلنا مجموعة الهالوجينات هي أنشط اللا فلزات؟ تمام يا محمد. وضحت ولا لا؟ تزداد الصفة الزية في نقط الأفقية من نقط إلى نقط، لما بطلع من فين لفين؟ أيوة، تزداد الصفة اللافلزية في الدورة الأفقية من فين لفين؟ من اليسار إلى اليمين. أيوة جميل كده. طيب شوف المعادلة دي، Mg زائد H2Cl، 2HCl معلش، مخفف MgCl2. طيب وبعدين مين تاني؟ زائد H2. تمام حلو أوي. يلا قرصين زد ان زائد مين مخفف اديني زد ان اس او 4. اتش 2 اس او 5. وبعدين في النواتج اتش 2 يبقى ذات N زائد H2SO4 هيديني ذات NSO4 زائد H2. ايه يا محمود؟ ايه 233 دي منه؟ صح ولا لا؟ ما انا بقول صح اهو. شوف السؤال ده، يلا المعادلة دي مين زائد مين الحرارة هيديني 2 MeO. طيب بعدين زائد O2. الله ينور عليكم. طيب اللي بعده، مين مع المية هيديني MeOH2؟ نركز يا حلوين، احنا لسه حلينها فوق اهو، Mg زائد O2 هيديني أكسيد المغنيسيوم. MeO. الله يبارك فيك، صح كده. يبقى MeO زائد H2O هيديني ايه؟ MeOH2. ناخد اللي بعده،
تميل فلزات الأقلاء إلى فقد نقط متكونة أيونات نقط. تفقد إيه عشان تكون أيونات إيه؟ أنه إلكترونة؟ أيوة، يبقى تفقد فقد إلكترونات التكافؤ. إلكترونات موجبة دي يا يارا، جديدة دي. في إلكترونات موجبة؟ احنا مش عارفين إلكترون شحنته سالبة. مكونة أيونات. تمام، يبقى قصدك ان هي تطلع هيفقد الكترونات المستوى الخارجي او الكترونات التكافؤ وتكون ايونات ايه موجبة الشحنة. النشاط الكيميائي لعناصر الفلزات يسار الجدول الدوري نقط بزيادة نقط، هيحصل له ايه لما يزيد ايه؟ برضه ينفع الكلام ده، هيقل برضه لما يزيد العدد الذري. مش احنا قلنا لما بيزيد، لما بنتقل في المجموعة من أعلى إلى أسفل بيزيد العدد الذري. النشاط الكيميائي لعناصر فلزات يسار الجدول. احنا بنتكلم عن الفلزات، الفلزات موجودة فين؟ في المجموعتين 1A و2A، يبقى ازاي هتكلم على الدورة وهي ما فيهاش كل الفلزات؟ يبقى هيزداد بزيادة ايه العدد؟ هيزداد بزيادة مين؟ العدد الذري. طيب، تسمى عناصر المجموعة 17 بعناصر مين؟ الهالوجينات، وهي إحدى مجموعات الفئة الفئة B. حلو أوي. طيب، من الهالوجينات الغازية نقط، بينما نقط الهالوجين السائل الوحيد. الكلور، بينما البروم هالوجين السائل الوحيد. تمام يا محمود. طب مين تاني غير الكلور غازي؟ الفلور. يبقى الفلور والكلور دول غازات، لكن البروم سائل وقلنا اليود صلب. شوف آخر سؤال، ينتمي اليود صلب. ينتمي عنصر الصوديوم إلى المجموعة مين؟ ويستخدم هو في الحالة السائلة في إيه؟ ما خدناه في استخدامات العناصر. محدش فاكر؟ مش قلنا ان احنا بنستخدم الصوديوم وهو في الحالة السائلة في تبريد
قلب المفاعل النووي. مش قلنا بنستخدمه الصوديوم السائل في تبريد قلب المفاعل النووي، تمام كده؟ طيب شوف السؤال اللي بعده. الإجابة الصحيحة ما بين القوسين تكافؤ عناصر مجموعة الأقلاء. موجب واحد صح؟ لا موجب واحد يا يارا. ليه بقى؟ إن إحنا قلنا إن هي بتفقد إلكترون واحد وتتحول إلى أيون موجب، تمام؟ تتميز فلزات الأقلاء بكبر إيه؟ بكبر كبر أحجامها الذرية. أكبر عناصر الأقلاء كثافة عنصر مين؟ السيزيوم، تمام. العناصر الأتية كثافتها أقل من الماء ما عدا مين؟ الروبيديوم. الروبيديوم كثافته أكبر من كثافة الماء عشان كده بيغوص في الماء. احنا شفنا الفيديو لما شفنا تفاعل الصوديوم مع الماء لقيناه بيطفو فوق سطح الماء، والليثيوم كذلك والبوتاسيوم. فمين فاضل معايا؟ الروبيديوم، لأنه ده كثافته أكبر من كثافة. تشغل الهالوجينات المجموعة كام؟ 17. أقوى فلزات المجموعة واحد. السيزيوم. صيغة جزيء جزيء الكلور سي ال جزيء. نتكلم على جزيء ايه يا ولاد؟ جزيء سي ال 2 Cl2 ده جزيء الكلور. جزيء الكلور الصيغة بتاعته Cl2 هي دي، هحطها خط عشان تبان. اهو دي. طيب شوف السؤال اللي بعده. أكبر أهمية واحدة لكل من وضع البوتاسيوم في الكيروسين. ليه بقى؟
أو إيه الأهمية والفايدة اللي هتعود عليا لما أنا أحط البوتاسيوم في الكيروسين؟ يبقى انا هعمل ايوه، يبقى انا همنع تفاعله مع الاكسجين الهوائي الجوي لانه عنصر نشط كيميائي. طيب الصوديوم السائل لسه قايلين عليه من شويه، نستخدمه في ايه؟ في تبريد قلب المفاعل النووي. ممتاز يا محمود. طيب الكوبالت 60 في حفظ الأغذية. الكوبالت 60 بنستخدمه في حفظ ايه؟ الأغذية. ها صحح العبارات التالية إن وجد بها خطأ. يعادل البيكو متر جزء من مليون جزء من المتر. الجملة دي صح ولا فيها حاجة غلط؟ من مليون مليون جزء من مليون واحدة، المليون ورا بعض. حلو، الله أعلم ده يا محمود. الله أعلم بكل شيء. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم. طيب يعتبر مركب كلوريد الصوديوم من المركبات القطبية. ازاي يا استاذ اوصاف؟ ليه ما تنفعش؟ طيب كلوريد الصوديوم مركب نوعه ايه؟ ها يا أولاد، كلوريد الصوديوم مركب ايه؟ لا هو صعب للدرجة دي؟ مركب أيوني. مركب ايه؟ أيوني. طب احنا هنحل الإشكالية دي بحاجة بسيطة. لو أنا قلت إن البيكو متر واحد على واحد على ايه؟
مليون. زي لما اقول ان البيكو متر واحد على هل في فرق ولا مفيش؟ يبقى البيكو متر ما هوش جزء من مليون جزء من المتر اللي هي الأولى دي، لا ده هو جزء من مليون مليون جزء من المتر، يعني مليون مرتين كده ورا بعض، 12 صفر. طيب شوف اللي بعده، النحاس من الفلزات التي تتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف. أيوة 10 أس 12. أمال مين؟ ما هو مش النحاس، مين طيب؟ دينا أي عنصر تاني بيتفاعل مع ال أي فلزي بيتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف؟ الفضة؟ الفضة برضه احنا خدناه بتتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف؟ ولا خدنا مين؟ الصوديوم. الله، هو ما ينفعش ناخد المغنيسيوم؟ طيب احنا خدنا في التجربة المغنيسيوم وقلنا النحاس مش بيتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف، ماشي رايح فين يا محمد؟ المغنيسيوم، افتكرت انك ماشي رايح حتة. الفلور اعلى عناصر الجدول الدوري في السلبية الكهربية. الجملة دي صح ولا غلط؟ نركز يا جدعان. مين أعلى عناصر الجدول الدوري في السلبية الكهربية؟ الفلور. يبقى الجملة صح ولا غلط؟ السيزيوم أكبر العناصر في أكبر الفلزات في الحجم الذري وأنشط الفلزات في الصفة الفلزية، لكن هنا الفلور أعلى عناصر الجدول الدوري في السلبية الكهربية. بالكلام ده صح، مش احنا واخدينها وقلنا السلبية الكهربية بتاعته بتساوي 4. نرتب العناصر التالية تنازليا حسب الحجم الذري: ألمونيوم عدد الذري 13، كبريت عدد الذري 16، فسفور عدد الذري 15، سيليكون عدد الذري 14. يلا نرتب العناصر دول قاعدين في دورة واحدة، هنرتبهم تنازليا من الأكبر للأصغر. يلا كده
ألمونيوم، سيليكون، فسفور، كبريت. ممتازة يارا. يبقى يارا رتبت حسب ايه؟ كل ما بيزيد العدد الذري بيزيد الحجم الذري. تمام. شوف اللي بعده، تصاعديا حسب الحجم الذري. تصاعديا يعني من الأصغر للأكبر. صوديوم Na11، ألمونيوم Al13، بوتاسيوم K19، مغنيسيوم 12. هرتبهم ازاي بقى؟ بوتاسيوم، ألمونيوم، مغنيسيوم، صوديوم. تمام، حلو أوي. طيب اللي بعده، هنرتب دول تنازليا حسب السلبية الكهربية. كربون 6، فلور 9، أكسجين 8، نيتروجين 7. شوف مين الأكبر ومين الأقل بعده. الفلور الأول، أيوة صح، بعدين أكسجين، بعدين نيتروجين، بعدين كربون. نجمة كبيرة يا رب، ومحمود كمان. طيب اللي بعده، تصاعديا حسب السالبية الكهربية. عندي الصوديوم 11، هيدروجين 1، ليثيوم 3، بوتاسيوم 19. حلو والله، الروح الحلوة. يبقى الهيدروجين، ليثيوم، هيدروجين، ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم. يبقى ناخد بالنا في اللافل الذات. السالبية بتزيد بتقل، لكن في الذات السالبية لحظة واحدة بس. طيب نكمل. تصاعديا حسب قوة الصفة الفلزية. ناخد بالنا تصاعديا يعني من الأصغر للأكبر. ليثيوم، ألمونيوم، سيزيوم، صوديوم.
ايه محمود فيه بس ينزعلك بس ايوه السيزيوم هيبقى اخر واحد عشان هو اقوى واحد بعدين بعدين كده هنعمل حركة ونشوف هنشوف الكلام اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده هنتخيل ان ده هو مين؟ هو الجدول الدوري. مين اول مجموعة على الشمال؟ مجموعة الأقلة. اول واحد فيهم مين؟ الا اي ال اي مش كده؟ طيب اللي تحته اللي تحته مين؟ تحته مين؟ تحت الصوديوم مش كده؟ بعدين هو مديني مين تاني؟ نرجع للسؤال عشان شكلنا نسينا. يبقى بعدين في المجموعة تو ايه؟ اديني حد في المجموعة تو ايه؟ اديني حد. احنا شكلنا مش مذاكرين الأقلية الأرضية مين هم. مديني بعد كده الألمونيوم ده في المجموعة 3A وتحت هنا خالص في المجموعة 1A مديني مين؟ السيزيوم مش كده؟ راجع تاني. راجع تاني. يس يس ولا نو؟ طيب يبقى انا عندي اهي اول حاجة الاقلاء. مين عندي في المجموعة؟ وال ايه ليثيوم، تحته الصوديوم، ومن تحت خالص السيزيوم. بعد كده في المجموعة 3A مديني الالومنيوم ال.
طيب نبدأ كده بالراحة نرتب. هو الأول عايز ترتيب ايه؟ ترتيب تصاعدي. ترتيب مين؟ تصاعدي. مين أقوى الفلزات في الجدول كده قدامنا؟ السيزيوم. خلاص يبقى ده تصاعدي، ده بقى ده آخر واحد، ده أقوى واحد فيه سي اس. طيب مين يجي؟ ايه يجي بعده على طول في القوة؟ مين أقل من السيزيوم في القوة في اللي احنا قدامنا دول؟ الفلور برضو فلز يا يارا. الصوديوم ان ايه؟ طيب بعد كده مين اقل من الصوديوم؟ الليثيوم. طيب دول فلزات الاقلاء، احنا كده رتبناهم. طب مين اقل من فلزات الاقلاء؟ الألمنيوم. تمام كده فهمنا احنا عملنا ايه ولا لسه مش واضحة؟ لا الألمنيوم مش أقلاء أرضي، الألمنيوم في المجموعة 3A. وضحت؟ يبقى لما يجيب لي سؤال زي كده عناصر في مجموعتين مختلفتين هعمل ايه؟ أبص الأول أشوف هو عاوز الترتيب ازاي وابدأ كده ايه ارتبهم كده في دماغي، اقول دول اقلاء يبقى دول اكبر هم فين في النشاط، ودول ايه مثلا اقلاء ارضية. لو كان مديني اقلاء ارضية طب هدينا بنوضح اهو يا ماي يا ماي، اديني فلز مثلا في المجموعة 3A. كويس هبدأ بقى ايه ارتب. انا عارف ان الاقلاء دول اقوى الفلزات في النشاط، بعد كده الأقلاء الأرضية، بعد كده المجموعة مثلا 3A. تمام أنا رتبتهم كده، يبقى الأقلاء أقل منهم أقلاء أرضية، أقل منهم المجموعة 3A. طيب وبعدين هبدأ أرتب عناصر أو فلزات كل مجموعة لوحدها، أشوف أنا عندي الصفة الفلزية لما بنتقل في المجموعة من أعلى إلى أسفل الصفة الفلزية بتزيد، يبقى أول واحد في المجموعة فوق ده أقلهم في النشاط الكيميائي أو في الصفة الفلزية، اللي بعده أنشط منه، وهكذا أوصل لآخر واحد يبقى هو ده إيه أنشطه. يبقى أجي أرتب هقول إيه لو إحنا رتبناهم تنازليا، يبقى السيزيوم أقوى واحد، بعد كده على طول أقل منه الصوديوم، أقل منه الليثيوم. أقل واحد قدامي مين؟ الألمونيوم. فهمناها كده؟ يبقى الترتيب التصاعدي ألمونيوم ليثيوم صوديوم سيزيوم. كده أنا ماشي من الأقل الفلزات في الصفة الفلزية إلى إيه؟ إلى أقل. اتفهمت؟ نشوف اللي بعديها شبهها أهي، بس فين في اللا في الذات. طيب شوف ده ورب تتفهم ان شاء الله. عايزين نرتب تنازليا حسب قوة الصفة اللا في الزي. عندي كلور وفلور ويود، لسه مش واضحة يا مايا؟ اشرحها تاني. طيب طيب الحمد لله. يلا عايزين نرتب العناصر دي
ترتيب تنازلي حسب قوة الصفة اللافة للزيت. أقواهم في الصفة اللافة للزيت يبقى هو أول واحد، بعد كده الأقل منه الأقل منه لغاية لما نخلص. اجيب لك اللينك بس تؤمر يا محمود، يا ريت الدعم الفني بس يجيب لنا اللينك المحتوى. طب نحل السؤال ده بس الاول. انا اشوف لك بنفسي يا سيدي. حاضر. هنرتب يلا. مين أنشط اللافة للذات ومين أقلهم وأقلهم وأقلهم؟ يلا مين أول واحد في النشاط؟ ده الرابط بتاع المحاضرات اللي فاتت اهو، عشان اللي عايز يرجع لك. يلا لسه ما حلناش السؤال. البروم برضو الأول. بطلوا لعب في المحاضرات اللي فاتت وركزوا دلوقتي في السؤال. أنا عارفة بتعملوا إيه، شايفاكم. أول احنا بنقول تنازليا، يعني من الأكبر إلى الأصغر، أقوى اللافل للذات هو الفلور، بعدين مين على تحته على طول؟ مين أقل منه على طول؟ فلور بعده كلور. ايوه يا محمد، بعدين اللي بعديهم مين؟ بروم اخر واحد. اليود. يبقى الترتيب فلور كلور بروم يود، فلور كلور بروم يود. ده
ده الترتيب التنازلي حسب قوة الصفة اللافة للذيل. يلا كده آخر ترتيب تصاعديا حسب نشاطها الكيميائي، الحديد والنحاس كالسيوم والفضة. طيب الحمد لله. عايزين نرتب العناصر دي حسب نشاطها الكيميائي. ليه بس كده يا رب؟ ليه؟ بصوا علشان ما ندوش، فاكرين الجدول اللي احنا اخدناه بتاع تفاعل الفلزات مع المية؟ هو ده اللي احنا هنرتب بناء عليه. مين أقوى واحد في التفاعل ومين أقل منه؟ وقال آخر واحد اللي هو مش بيخلص مع المية. صوديوم؟ لا لخبطت يا محمد شوي. مش فاهمها. لما أخدنا متسلسلة النشاط الكيميائي وقلنا إن في فلزات تتفاعل تفاعل لحظي مع الماء، في فلزات تتفاعل ببطء مع الماء، في فلزات تتفاعل مع الماء الساخن فقط، وفي فلزات لا تتفاعل مع الماء نهائي. خدي بالك يا يارا، هنرتب تصاعديا يعني من الأقل نشاطا إلى الأقوى نشاطا. خالص مع المية. الفضة. طيب مين بقى أقل منها؟ تتفاعل بقى مع المية في درجات حرارة عالية، بخار الماء الساخن. الصوديوم برضو. الصوديوم ده لو حطيته كده في مياه متلجة هيفرقع. يبقى ايه جي بعدين الحديد. تمام، ده اقل منه اللي بيتفاعل ببطء، الكالسيوم. بعدين اقوى واحد بقى. يبقى نراجع كده الترتيب تاني. يبقى الفضة اي جي، بعدها حديد اف اي، بعد كده الكالسيوم سي ايه، بعدين اخر واحد الصوديوم ان ايه. تمام نقولهم تاني. اي جي اف اي سي ايه ان ايه. طيب اذكر نوع التناسب الرياضي طردي او عكسي بين كل من الحجم الذري والعدد الذري لعناصر المجموعة الواحدة. لما بيزيد العدد الذري بيحصل ايه للحجم الذري؟ تمام، تناسب طردي، كل ما بيزيد العدد الذري بيزيد الحجم الذري، بنقول عليها دي علاقة طردية. طيب اللي بعده، السالبية الكهربية والعدد الذري لعناصر الدورة الواحدة.
في الدورة الواحدة، يعني لما انتقل من اليسار لليمين، كل ما بيزيد العدد الذري بيحصل ايه في السالبية؟ تزداد، يبقى تناسب طردي. طيب اللي بعده، الحجم الذري والسالبية الكهربية في الجدول الدوري، ايه العلاقة ما بينهم؟ علاقة عكسية. تمام، كل ما بيزيد الحجم الذري بتقل السالبية الكهربية. لا، عكسية يا محمد، علاقة عكسية، لما بيزيد الحجم الذري بتقل السالبية الكهربية. الصفة الفلزية والعدد الذري لعناصر المجموعة الأولى اللي هي 1A، لما بيزيد العدد الذري بيحصل ايه للصفة الفلزية؟ الفلزية والعدد الذري. تمام، علاقة طردية، كل ما بيزيد العدد الذري بيزيد بتزيد الصفة الفلزية. طيب نشوف ما النتائج المترتبة على كل من، مع كتابة المعادلة الرمزية المتزنة، اكتساب ذرة عنصر لا فلزي لإلكترون هيحصل ايه؟ لما عنصر لا فلزي كم؟ أيون موجب يا رب، الفلز ياخد يبقى أيون موجب. قال إيه بقى؟ أيون سالب. طب حد يعرف يكتب لي معادلة؟ يكون غاز امتى، غاز خامل امتى يا محمود؟ لو كان ناقص الكترون واحد واخده. معادلة لعنصر لا فلزي اكتسب الكترون وتحول الى ايون سالب. شريط من المغنيسيوم في جو من الأكسجين هيتكون ايه؟ المادة هتتكون
لو أخدنا الهالوجينات في السؤال الأول قلنا هتتحول إلى غازات خام. صوديوم ايه اللي جاب سيرة الصوديوم؟ ليه بتجيب سيرة ناس مش قاعدة معانا؟ طب يا جماعة هو مش راسب، هو مسحوق أبيض. ايه المسحوق الأبيض ده؟ ايوه اسمه ايه؟ الاسم الكيميائي بتاعه لسه واخدينه في كده. نعم لا لا، مش هنقلبها هزار. يلا السؤال اجابته ايه بقى؟ أكسيد مغنيسيوم. أيوة كده. طب إيه المعادلة؟ حد يعرف يكتبها لي بسرعة كده؟ يلا هيتكون أكسيد مغنيسيوم. معادلة بقى Mg زائد O2. تمام، هيديني مين؟ بس هي 2 Mg عشان تبقى موزونة. تو ام جي او يبقى تو ام جي زائد او تو. اديني مين؟ ام تو ام جي او تو ام جي او. دي كده المعادلة. ناخد بالنا الحروف الكابتر والحروف السمول احنا بنكتب المعادلة الرمزية. لو كان عندي العنصر الرمز الكيميائي بتاعه بيتكون من حرفين، الأول كابتر والتاني سمول. لو من حرف واحد. طيب السؤال اللي بعده، وضع أكسيد المغنيسيوم في الماء. نكمل بقى. ليه ما يتفاعلش؟ ايوه هيتفاعل. اديني ايه؟ لا المعادلة بتاعتك دي يارا مش مظبوطة. اديني ايه؟ المادة الكيميائية اللي هتطلع معايا اسمها ايه؟
بنتكلم على أكسيد مغنيسيوم ومية، إيه اللي جاب الصوديوم المسال معانا؟ ماشي. اللي بقى يلا. احنا لسه قايلينها حتى في الأسئلة النهاردة، أكسيد المغنيسيوم لما يتفاعل مع المية، احنا بنتكلم على أكسيد مغنيسيوم يا محمد، مش المغنيسيوم مع الأكسجين المعادلة اللي قبلها. احنا اتفقنا ان اكسيد المغنيسيوم مع الميه هيديني هيدروكسيد مغنيسيوم. هيدروكسيد ايه؟ مغنيسيوم. وادي المعادله ام جي زائد اتش 2 او هيديني ام جي او اتش باي 2. دي المعادله اللي بعبر عن التفاعل ده. طيب احتراق قطعه فحم في جو مسجين، الفحم هو الكربون صح؟ الله أكبر، هينفجر؟ يعني لو جبت حتة فحم وحطيتها على البوتاجاز على النار على كده وفي الهواء فيه أكسجين هينفجر؟ هينفجر يا نبيض؟ اتكون ايه اللي احنا بنعاني منه وعامل لنا بقى مشاكل؟ ايوه اسمه ايه ده بقى يارا؟ صح المعادله. كربون، الله ينور عليكي. لا فلزات لا تتفاعل مع الأحماض، تمام، احنا محدش جاب سيرة الأحماض دلوقتي. طيب عنصر فلزي رمزه اكس، اكس ده يعني رمز وهمي، يقع في الدورة الثالثة وعند اتحاده مع الأكسجين يكون أكسيد صيغته اكس او. ايه تكافؤ العنصر ده؟ موجود في الدورة الثالثة، يبقى التكافؤ بتاعه ايه؟ بيكون اكس او. لما يكون الأكسيد صيغته اكس او يبقى اكس ده تكافؤه كام؟ لا مش 18 يا يارا، عدد الذري مش 18. فكر شوية. اكس او، لا
لما هو بيقول عنصر فلزي يبقى انا اقول له هو غاز خامل؟ لا يجوز. التكافؤ بتاعه رقم الدورة اللي بيعبر عن عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير يا محمد، بيعبر عن عدد مستويات الطاقة. لما يقول لي XO الأكسجين ثنائي، يبقى الإكس ده هيكون إيه برضو؟ ثنائي. طيب يبقى العدد الذري بتاعه كام؟ انا كده عرفت مستوى الطاقة الأخير فيه 2 إلكترون، مجموعته ايه؟ تمام. وعدده الذري 12. حلو قوي، واضح دي؟ طيب ما نوع الفئة التي ينتمي إليها هذا العنصر؟ فئة نوعها إيه بقى؟ تكافؤ ثنائي. أيوة. في المجموعة 2A، يبقى الفئة S. مش إحنا متفقين إن 1A و2A دول تبع الفئة S؟ اللي ودها بيه بقى عملت طلب هجرة. طيب ما نوع هذا الأكسيد؟ أكسيد حامضي ولا أكسيد قاعدي؟ أكسيد قاعدي صح. طب ليه بقى؟ مش هنقول قلوي، واحنا خدنا الفرق ما بين القلوي والقاعدي. القلوي اللي هو فيه او اتش يا محمد. قاعدي قلنا ليه؟ عشان هو اكسيد الفلز. اكسيد قاعدي علشان هو اكسيد الفلز. امتى اقول قلوي؟ لو كان هيدروكسيد فيه او اتش. طيب ما ناتج اضافة قطرات من الماء وصبغة عباد الشمس إلى هذا الأكسيد؟ هيحصل إيه بقى؟ اللون الأزرق، يبقى هتزرق ورقة عباد الشمس. طيب شوف القصة دي، إسلام راح معمل العلوم وحكى لوالده اللي حصل. قال له إيه بقى؟ قمنا اليوم بدراسة بعض الخواص الكيميائية للفلزات، حيث قامت الأستاذة أميمة عرفات بإجراء تجربة تثبت أن الفلزات تتفاعل مع الأحماض المركزة وتعطي هيدروجين، كما قالت الأستاذة أميمة باختبار عنصر النحاس كمثال للتطبيق على ذلك، حيث يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ليعطي أكسيد نحاس وهيدروجين. خلصت القصة. عايزين إيه بقى؟ وضح الأخطاء العلمية اللي ذكرها إسلام ثم صوتها. يلا كده نبص كده في الكلام اللي قاله إسلام، نشوف إيه اللي غلط فيه ونبدأ نصلحه.
ايوه، ايه بقى اللي غلط فيه؟ اسلام في الكلام ده. يلا كده كل واحد يبدأ يكتشف. لسه؟ لا، هو ما غلطش في الهيدروجين، غلط في حاجة تانية. هو غلط غلطتين عشان نبقى بس ايه كده واضحين يعني. نركز يا يارا. النحاس صح. لا 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 لا، مش عايزين نستسلم يا يار. النحاس، احنا قلنا اصلا النحاس مش بيتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، مش كده؟ ودي اول غلطة غلط فيها عمنا اسلام. ونيجي كده تحت كلمة النحاس ونحط خط، غلطة كبيرة ديت. طيب غلط في ايه تاني؟ يبقى نصلحها، نقول ايه؟ قامت الأستاذة أميمة باختبار عنصر النحاس كمثال، حيث ايه؟ لا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، وبالتالي مش هيطلع معايا نواتج. خلاص، يبقى لا يتفاعل. طيب ايه تاني بقى في الغلط؟ في الكلام ده فيه غلط. ماله الهيدروكلوريك؟ لا لا، مش خاطريك، ما احنا اتفقنا خلاص الجملة الأخيرة دي مش مظبوطة. قلنا ان النحاس لا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، وبالتالي مش هيديني اكسيد نحاس ولا هيدروجين. فوق الكلام ده بقى فيه حاجة غلط. طب انا احط خط وانتوا تصلحوا. هنا تتفاعل، ان الفلزات تتفاعل مع الاحماض المركزه. هو احنا خدنا الفلزات مع الاحماض المركزه ولا بتتفاعل مع الاحماض الايه؟
مخففة. يبقى نيجي كده نصلح الكلام، يبقى قمنا اليوم بدراسة بعض الخواص الكيميائية للفلزات، حيث قامت الأستاذة أميمة عرفاء تجربة تثبت أن الفلزات تتفاعل مع الأحماض المخففة وتعطي هيدروجين، كما قامت الأستاذة أميمة باختبار عنصر. طب نغير النحاس، نحط مين؟ نحط المغنيسيوم، ينفع المغنيسيوم صح؟ كمثال للتطبيق على ذلك، حيث يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ليعطي أكسيد مغنيسيوم وإيه تاني؟ وهيدروجين. أنا كده إيه؟ صلحت الجملة صح؟ خلاص؟ طب نحل التدريبات بسرعة بتاعت الكتاب. اكتشف العالم مين ان مستويات الطاقة الرئيسية في الذرة؟ مين اللي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية؟ بور. طيب اللي بعده، اكسيد الصوديوم الأكاسيد الإيه؟ إيه؟ من الأكاسيد القاعدية. تمام يا ماي. ثلاثة، جميع الأكاسيد العناصر التالية من أشباه الفلزات عدا مين؟ الصفحة ما جاتش. طب هو عموما كتاب الوزارة تدريبات الوحدة الأولى، الصفحة واضحة اهي. البروم من ايه؟ من اللا فلزات. أقوى الفلزات تقع في المجموعة مين؟ وان ايه؟ طيب ما المقصود بكل من تسلسلة النشاط الكيميائي؟ تعريف متسلسلة النشاط الكيميائي قلنا هي ايه؟ كل العناصر ولا مجموعة منهم معينة؟ ترتيب العناصر كلها؟ لا مش العناصر، مين في العناصر؟ المين؟ فلزات. ترتيب الفلزات متسلسلة النشاط الكيميائي خاصة بالفلزات، ترتيب الفلزات تنازليا حسب نشاطها الكيميائي. يلا كده السؤال اللي بعده، التلوث المائي.
مش هو ده التعريف المجمع اللي احنا اخدناه يا محمد؟ يعني انا لو جبت كده ليمون وحطيته على الميه يبقى انا كده الميه اتلوثت، ولا حطيت شاي مثلا على الميه يبقى الميه اتلوثت؟ طيب يا محمد، ابقى تابع المحاضرات اللي قبل كده، ان تلوث الميه اضافه اي ماده الى المياه بشرط ايه؟ بشكل يحدث تدريجيا مستمرا في خواصها بصورة تؤثر على صحة وحياة الكائنات الحية. طيب السؤال اللي بعده، أشباع الفلزات قلنا إن هي إيه؟ عناصر عناصر إيه؟ عناصر تجمع خاصها بين الفلزات واللا فلزات. طيب سؤال رقم 3، كيف تميز بين أكسيد المغنيسيوم وأكسيد الكبريت؟ أكسيد المغنيسيوم ده أكسيد إيه؟ أكسيد قاعدي، وأكسيد الكبريت حامضي. أنا هفرق ما بينهم إزاي؟ هستخدم إيه بقى؟
مين لو انا حطيتها هتغير اللون ومش عارف ايه. ايوه سبات الشمس. اكسيد المغنيسيوم هتعمل ايه بقى؟ هتزرقها، لكن اكسيد الكبريت هتحمر. تمام. على فكرة بيجي السؤال بصيغة تانية، يقول لي اذكر اهمية واحدة لصبغة عباد الشمس، جبتها للولاد عندي في المدرسة النهاردة في الامتحان. ايه ممكن استخدم صبغة عباد الشمس في ايه عشان افرق ما بين مين ومين؟ ايوه انا هتفرق ما بين محاليل الحامضيه والاحمر، محاليل القاعديه. طيب السؤال 4، اذكر اهميه كل من النيتروجين المسال استخدمه في ايه؟ أيوة حفظ قرنية العين. تمام. الصوديوم، قلنا الصوديوم هو في الحالة السائلة بيستخدم في الحصول في تبريد قلب المفاعل النووي. الماء طيب هستخدمه في ايه؟ هستخدم المية في ايه؟
موجود يا جماعة؟ صوت وصل؟ طيب نحل السؤال الخامس، استخدام الكوبالت 60 المشع في حوض الأرضي، ليه بقى؟ ليه بقى بستخدم الكوبالت 60 في حفظ الأغذية؟ لأنه بينتج أو أنه بيشع أشعة جاما، أي تقوم بإيه؟ بتعقيم الأغذية من مين؟ من الجراثيم والبكتيريا. طيب تتشابه عناصر المجموعة الواحدة في الخواص، ليه؟ ليه بيتشابهوا في الخواص؟ لها نفس التركيب الإلكتروني، نفس عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. السؤال اللي بعده، ارتفاع درجة غليان الماء ليه؟ هي مسؤولة عن شخصية الغاز بتاعته. نمت ولا ايه؟ ولا مش السبب كده ان هي وجود الروابط الهيدروجينية؟ نمتوا؟ نمتوا يا مايا؟ طيب اخر سؤال وخلاص، اللي عادي يروح ينام يروح ينام. حفظ معظم عناصر الاقلات تحت سطح الكيروسين في المعمل عشان ايه؟ عشان هي عناصر ايه او فلزات ايه؟ قلنا لانها عناصر نشطة كيميائية، بالتالي انا بحفظها تحت سطح الكيروسين لمنع تفاعلها مع الهواء الرطب. كده احنا خلصنا. ده اللينك بتاع المحاضرات اللي فاتت اللي عايز يتابعها. خلاص، المرة الجاية ان شاء الله هندخل على الوحدة التانية، طبقات الغلاف الجوي، و
اللي عنده أي سؤال كده من هنا لغاية الأسبوع اللي جاي يحضره كده إن شاء الله نجاوب عليه في اللي فيها المرة الجاية يوم الثلاث إن شاء الله، الثلاث الساعة 7:30 مساء. خلاص يارا من مصر مش كده؟ تمام، يبقى بالتوقيت بتاعنا بتوقيت مصر الساعة 7:30 يوم الثلاث بإذن الله. هندخل على الوحدة التانية نذاكر الوحدة الأولى كويس. طيب يا ماي، نذاكر الوحدة الأولى كويس، واللي يلاقي أي سؤال مش مفهوم أو حاجة مش فاهمها يجيبه المرة الجاية إن شاء الله. خلاص بكرة، بكرة طب نشوف كده الجدول. حاضر هجيب الجدول. حاضر يا رب. تانية إعدادي عندكم بكرة رياضيات الأستاذ إيهاب الساعة 7 مساء. بكرة في رياضيات أستاذ إيهاب الساعة 7 مساء. إيه تاني؟ والعلوم يوم الثلاث. وعندنا عربي، عندكم عربي يوم الأربع الساعة 6 بكرة برضو الأستاذة فاطمة. خلاص كده الجدول بتاعكم، عندكم الثلاث والأربع، الثلاث 7:30 علوم، والأربع الساعة 6 عربي، والساعة 9 رياضيات. الروابط إن شاء الله هتنزل على الأكاديمية على الفيس، وهننزلها إن شاء الله في الإيفنت الخاص بالدروس بتاعتنا. تمام كده يا أولاد؟ كده أنا وياكم أستاذة أوصاف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز المايك؟ ماشي اتفضل. بس انتي ما عندكيش مايك يا يارا، مش ظاهر عندي العلامة بتاعة المايك. طب ركبيه ركبيه وانا معاكي. خلاص